احنا زي ما كنا بنتكلم على مدار الشهر اللي فات والشهر ده، جلسات الحوار الوطني جت في وقتها لانه كان في قضايا الناس مجتمعه عليها كان لابد انها تناقش، وحاله من الحوار اللي بالتاكيد هي حاله ايجابيه جدا انها تكون موجوده لانه ده وطننا جميعا، من حق الجميع انه يبدي رايه اللي مبني على معلومات ويكون معاه طرح او حل لهذه المساله. الحقيقه النهارده شفنا رد سياده الرئيس على سياده المستشار محمود فوزي، ويعني قال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمه يمكن طمنت الناس كلها وخلتنا نشعر باهميه الحوار الوطني وبصدق كل المخرجات اللي بيشتغلوا عليها في الحوار الوطني. سيادته قال انه سيقوم بالتصديق على كل التوصيات اللي هتصدر من الحوار الوطني من غير قيد او شرط طالما ده ضمن اختصاصات سيادته. الموضوعات اللي خارج اختصاصات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم إحالتها لمجلس النواب. هنسمع مع حضراتكم رد سيادة الرئيس ونرجع نكمل كلامنا. أنا بشكرك الأول معالي المستشار محمود، وأقول لك إن كتير من الجلسات أنا كنت يعني معلش أنا هاخد دقيقتين و يا فندم معلش إيه؟ لا معلش معلش حوار ما ينفعش ما ينفعش. ف وشفت الكلام الجميل اللي كان بيتقال يعني من الدكتور علي لما كان ماسك المحور السياسي، وازاي كان بيتكلم على ان احنا يا ريت كنت انت جبت بعض الفقرات اللي تم تداولها وكانت واضحه قوي على قد ايه حجم التفاهم وحجم مش الخلاف مش الاختلاف وماله؟ ما احنا عاملينه ليه؟ عشان نتكلم وكل واحد يقول وجهه نظره ليه في النهايه بتستهدف الوطن، مش كده؟ بتستهدف مصلحة الوطن طبعا. محدش مننا يقدر يقول ان انا بس اللي امتلك مصلحة الوطن صحيح. لا ما ينفعش، كلنا نمتلك بلدنا وكلنا مسؤولين عنها، محدش يقدر يتهم حد لا بالخيانة ولا بالعمالة ولا حتى بالجهل، لكن ممكن نقول يعني محتاجين ننظم ده. وانا عشان كده اقول لك ان الحوار كحالة احنا محتاجين انها تستمر، دي نقطة. النقطة الثانية المخرجات اللي انتوا هتوصلوا لها سواء كان في المحور السياسي او الاقتصادي او المجتمعي اللي داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون انا هصدق عليه. طب اللي مش داخل صلاحياتي على البرلمان، على ايه؟ تروح للبرلمان هو يعني يتحرك فيها، لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدولة كحكومة ان احنا نتحرك فيها نطلع فيها قرارات، أنا بقول لك قدام الناس كلها أنا حمضي عليها